مشروع بناء القدرات في التربية الإعلامية. جاء هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية الأردنية الساعية لتطوير قدرات الشباب الأردني وتمكينهم من مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها مصادر المعلومات ووسائل الإعلام، وتحديداً مع ازدياد قوة تأثير هذه الوسائل وتوظيفها من قبل المتطرفين. ولقد تم تصميم المشروع وفق منظور التربية الإعلامية والمعلوماتية. يهدف المشروع تمكين معرفي وثقافي لمجموعة من الشباب الأردني وتزويدهم بالقدرات والمهارات في مجال التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة، زيادة وعي الشباب في فهم وتقييم المحتوى الإعلامي وتطوير مهاراتهم في التفكير النقدي لتجنب المحتوى الضار، تطوير مهارات الشباب في المشاركة من خلال إنتاج محتوى إعلامي يخدم قيم التسامح والتعددية، زيادة فعالية القيم الوطنية الجامعة وسط الشباب التي تستند إلى الهوية الوطنية الأردنية وقيم المجتمع الأردني التي تحترم التسامح وتنبذ التطرف. لتحقيق هذا الهدف قسم هذا المشروع لمحورين: المحور الأول تطوير المناهج التدريبية في التربية الإعلامية والمعلوماتية، إذ صممت 3 مناهج تعليمية وتدريبية غير نظامية في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية موجهة للشباب الأردني. الأول مدخل إلى التربية الإعلامية والمعلوماتية. الثاني التربية الإعلامية الإخبارية. الثالث التربية الإعلامية الرقمية. المحور الثاني تدريب وبناء القدرات، إذ نفذ معهد الإعلام الأردني هذه الورشات في المراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب في جميع محافظات المملكة. وبالأرقام وصل المشروع ل12 محافظة شملها المشروع في 22 مركز شباب وشابات شملها التدريب. 440 شابا وشابة استفادوا من التدريب على يد 8 فرق تدريبية متخصصة. ولقد وصلنا في نهاية المشروع إلى الاستنتاجات التالية: أولاً، أن الشباب الأردني يعاني من تواضع في حجم المعرفة والمهارات في مجالات التفكير النقدي في المحتوى الإعلامي، مثل التمييز بين الشائعات والأخبار، والتمييز بين المصادر ومهارات التعامل مع شبكات الإعلام الاجتماعي. ثانياً، بيّنت الاختبارات القبلية قبل التدريب والاختبارات التي تمت بعد التدريب الفرق الكبير في معرفة ومهارات المتدربين. ثالثاً، الرغبة الكبيرة والاستعداد لدى الشباب وتحديداً في المحافظات إلى تطوير وعيهم وبناء مهارات جديدة في مجالات التربية الإعلامية والمعلوماتية. رابعاً، الحاجة الماسة إلى تطوير برامج مستدامة في التربية الإعلامية والمعلوماتية موجهة للشباب الأردني، وأن تكون هذه البرامج بشكل دوري وأن تشمل كافة محافظات المملكة. خامساً، أن الاستثمار في الشباب في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية هو استثمار طويل المدى لصالح مستقبل الأردن. نفذ المعهد هذه الورشات بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.